احنا منتخبنا منتخب كبير في هذه البطولة، وان شاء الله راح يمثل البلد احسن تمثيل ان شاء الله. ولكن عندنا، انا بالنسبة لي كمحمد يعني عندي عتب بسيط على الجمهور، انه اللاعب اللي يخطئ بالمنتخب ما يصير هاي الهجمة الكبيرة اللي تصير عليه. مثلا يوم امس علي عدنان من اللاعبين الكبار بالمنتخب الصراحة، واللي قدم للعراق ما قدم، ناس تقول كبر وناس كذا. ممكن علي عدنان بمباراة اندونيسيا ما قدم امس، ولكن تشوفه ممكن بلعبة اليابان علي عدنان تحس رجل بالملعب، هو دائما رجل بالملعب. ثانيا ايمن حسين لاعب كبير ومهاجم كبير، وحاليا هو هداف الدوري العراقي. يعني عجيب انه ايمن يقول تشوف الجمهور ما يسانده، تشوف الجمهور يحكي عليه بالسوشيال ميديا. ليش يا عيني؟ هذا لاعب وإلى مساحتك الكبيره عند المنتخب. فاللي نرجوه منكم انه هلا بلاعبينا، لانه كل المنتخبات تدعم لاعبيها بدون مشاكل وبدون عرايك وبدون سب، ادعمه ولو بكلمه بسيطه حتى نشوف هاي التعليقات الايجابيه، راح اكيد يقدم. ورغم انه مباراه اليابان صعبة، ولكن احنا ان شاء الله مباراة اليابان راح نغلب. انه يعني هواية تقول اكو اشياء موجودة للمنتخب، وانا من ضمن الموجودين، قصيدتي الحمد لله موجودة بكل البطولات. فان شاء الله يعني اذا ورا مباراة اليابان ان شاء الله حققنا نفوز، ان شاء الله اسوي قصيدة جديدة ان شاء الله. أقرأ لك قصيدة للمنتخب، يقول لعبتك غيرة ومحنة، جبت عمرك تركضنا، واحد وتشبهنا كلنا، شقد حلو الله عليك العراقي أبو الغيرة العراقي.